سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة اف ام. أخبار الرياضة على الحياة اف ام. صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البداية بالمنتخب التونسي لكرة القدم اللي انتصر البارح على منتخب جزر القمر بنتيجة هدف مقابل صفر في مباراة ودية في فرنسا، وهدف منتخبنا اللاوحيد احمل توقيع المهاجم طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 60 في انتظار مواجهة العملاق البرازيلي في مباراة ودية ثانية باش تدور نهار 3 بداية من 7:30 متاع العشية بتوقيت تونس، وباش يحتضنها ملعب حديقة الأمراء بباريس. نكمل مع المنتخب التونسي لكرة القدم ومنافسيه في الدور الأول من مونديال قطر، وهم المنتخب الفرنسي اللي تفوق على النمسا البارح 2-0 في الجولة الخامسة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، في حين الدنمارك انهزم أمام كرواتيا 2-1، بالإضافة لمنتخب أستراليا لحساب نفس المجموعة في المونديال مع منتخبنا التونسي واللي كان بدوره تفوق البارح على نيوزيلندا 1-0 في مقابلة ودية. محليا، الشبيبة الرياضية القيروانية توصل طرابلسها التحضيري في تونس العاصمة بإشراف المدرب محمود الدريدي. نذكر أنه جي اس كا باش تلعب مباراة ودية ضد جمعية مقرين واللي باش تدور غدوة بداية من 3:30 متاع العشية في الملعب البلدي بمقرين. النجم الرياضي الساحلي انتصر البارح على الأولمبي البلجي 3-2 في مقابلة ودية بملعب وعلي الحوار بحمام سوسة، وسجل الإتوال كل من الجزائري زين الدين بوتماني، هيب المسيكني وفيني بونغونغا، في حين ثنائية البلجية حمل التوقيع عبد الرحمن الحنشي وأسامة بوقرة من ضرب الجزاء. بدور الملعب التونسي باش يواجه المنتخب الأولمبي التونسي في مباراة ودية اليوم من 4:00 في ملعب الشاد لزويتن. من جهة أخرى، فريق باردو أعلن تعاقده مع اللاعب السنغالي دومينيك ماندي بعقد لمدة 3 مواسم. في أخبار المدربين، نادي القادسية السعودي أعلن تعاقده مع المدرب التونسي ابن الشبيبة الرياضية القيروانية لحبيب رمضان، خلفا للمدرب السعودي خالد العطوي اللي تمت إقالته بسبب سوء نتائج القادسية اللي يحتل حاليا المركز 16 في ترتيب الدرجة الأولى السعودية. نذكر أنه برمضان سبق له تحقيق الصعود مع عديد الفرق السعودية على غرار الوطني الباطن الفيحة الحزم العين والوحدة السعودية. عربيا، الاتحاد المصري أعلن عن تعيين طاقم تحكيم تونسي لإدارة زوج مقابلات ودية للمنتخب المصري، هما الحكم الدولي التونسي يوسف إسراري اللي بيش يزفر مباراة ودية اليوم بين مصر وليبيريا، بالإضافة لمباراة ودية الثانية بين مصر والنيجر باش تدور يوم 27 سبتمبر وباش تكون بسفرة الحكم الدولي التونسي صادق السلمي. نغيروا الاختصاص ونحكيوا على كرة اليد. البارح دارت مقابلات دور ربع النهائي البطولة العربية للأندية بالحمامات، النادي الافريقي تفوق على مولدية الجزائر 32-27، الكويت انتصر على الشرق الإماراتي 30-26، الترجي الرياضي التونسي تفوق على السالمية الكويتي 35-25، والزمالك المصري كان ضمن ترشحه بالغياب على فريق سكيكدا الجزائري. نواصل مع البطولة العربية للأندية، وبالنسبة لبرنامج مقابلات الدور نصف النهائي اللي باش يتلعبوا نهار الأحد من 3:00 دربي العاصمة في قمة عربية في تونسية 100%، باش تجمع بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي، والـ5:30 متاع العشية مباراة الدور نصف النهائي الثاني باش تجمع بين الزمالك المصري والكويت الكويتي. في كرة السلة، نهاية الأسبوع الحالي باش تلعب الجولة الافتتاحية لبطولة المحترفين، غدوة 5:00 النادي الإفريقي يستضيف النجم الساحلي، الدلية الرياضية بقرومبيل يتواجه شبيبة المنازة، اتحاد الأنصار يلعب ضد الاتحاد المنستيري، الزهرة الرياضية ضد النجم الراتسي، ونهار الأحد 4:00 في قاعة بير شلوف بنابل آخر مباراة بين الملعب النابلي والشبيبة الرياضية القيروانية. في التنس، لعبتنا التونسية أونس جابر المصنفة الثانية عالميا موجودة حاليا في تونس، ونتواصل تحذيرات المشاركة في بطولة الياسمين من 3 إلى 9 أكتوبر بالمنستير. نذكر أنه البارح كان الموعد مع ندوة صحفية كانت مخصصة للحديث على بطولة الياسمين اللي باش تدور في مدينة عاصمة الرباط. خارج تونس، في أبرز مقابلات البارح لحساب الجولة الخامسة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، كازاخستان تفوقت على بيلاروسيا 2-1، لاتفيا انهزمت أمام مولدوفا بنفس النتيجة، بلجيكا انتصرت على منتخب ويلز 2-1، وبولندا انهزمت على أرضية ميدانها أمام هولندا 2-0.
نختم نشرتنا بمعلومة صحية تساعد رياضة السباحة على تعزيز سلامة القلب وتحسين قدرة الرئتين بالإضافة لتخفيف من ألم الظهر. هذا كل ما عنا في لايف سبور. أجمل تحيات سيد الترابلسي وإن شاء الله نهاركم زينة. لايف سبور أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM.